الفل والامل والسعاده على كل مشاهدينا وعلى كل حبايبنا اللي بيشوفونا في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج مع فجر جديد. احنا ان شاء الله النهارده مجهزين لحضراتكم معانا ثلاث فقرات. فقرتنا الاولى ثابته معانا دايما زي ما عودنا حضراتكم معانا بتكون عن اهم وابرز الاحداث والاخبار اللي حصلت خلال الاسبوع. فقرتنا الثانيه النهارده هتكون خاصه بفئه معينه وهم بعض الناس اللي ما بتحبش القرايه او اللي بتجد صعوبه في القرايه او اللي بتشعر بملل في القرايه. فقرتنا النهارده هتكون ملخص لكتاب احنا قريناه بنفسنا وحبينا ان احنا نلخصه لحضراتكم في وقت قليل جدا وهتكون بعنوان كتابي. فكرتنا الثالثة والأخيرة هيكون معانا نموذج من ذوي القدرات الخاصة. النموذج دوت أتقن حرفة من الحرف المصرية القديمة واللي بتعكس التراث المصري القديم. هيشرفنا بوجوده معانا في استوديو برنامجنا. بس قبل ما نبدا فكرتنا الاولى خلوني اصبح على زميلي طارق يحيى. صباح الخير عليك يا طارق. صباح الخير عليك يا شروق. صباح الخير على كل متابعي قناه الصحه والجمال وبالتحديد برنامج مع فجر جديد. وزي ما عودناكم احنا بنبدا معاكم بابرز الاخبار الرياضيه. واول خبر رياضي معانا بيقول لا زال اللاعب شيكابالا يخضع لبرنامج تاهيل خاص ولم يشارك في التدريبات الجماعيه لفريقه منذ ان تعرض للاصابه العضليه خلال مواجهه مصر المقاصه في الدوري الممتاز. ولهذا تضاءلت فرص شيكابالا صانع العاب الزمالك في المشاركه مع فريقه خلال المواجهه القادمه في الدوري. تصدر هاشتاج ادعم مؤمن زكريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ما زال مؤمن زكريا نجم الاهلي السابق وهداف مباريات القمه من لاعبي الجيل الحالي حيث يحتل صداره الهدافين برصيد 5 اهداف. ولكنه يغيب مؤمن زكريا عن مباراه الاهلي والزمالك بعد رفعه من قائمه الاهلي بعد تعرضه للاصابه. رفض محمود عبد المنعم كهربا صانع العاب فريق افس البرتغالي كل الاغراءات والوعود التي تلقاها مؤخرا من اجل حل ازمته مع نادي الزمالك ومن ثم العوده مجددا لصفوف القلعه البيضاء سواء في الانتقالات الشتويه بيناير المقبل او في بدايه الموسم الجديد، حيث تمسك اللاعب بموقفه مؤكدا ان عقده مع الزمالك قد انتهى بنهايه الموسم وان رحيله جاء بشكل قانوني بعد نهايه تعاقده. أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيعقد جلسة مع الرباعي طارق حامد ومحمود جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة عقب عودة اللاعبين الدوليين من أجل مناقشة تعديل عقودهم. وكانت أزمة أثيرت مؤخرا بعدما كتب طارق حامد عبر ستوري انستجرام الخاص به قائلا انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى، وهو ما أثار ضجة في الشارع الكروي. فوضى وانسحاب وتصعيد، 6 أندية تهدد اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة. في الساعات الأولى من صباح الأربعاء خرج الاتحاد المصري في بيان نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد عبر الفيسبوك ليعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المفترض أن تقام مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة، فالقرار لم يمر مرور الكرام. فالساعات الماضية شهدت العديد من التصريحات النارية التي تهاجم اتحاد الكرة. المقاولون ليلا كورة، لن نخوض مباراة الزمالك وسنطالب بإلغاء الدوري. فقد قال محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب أن النادي سيرفض قرار اتحاد الكرة بشأن مواجهة الزمالك بدلا من أسوان. وهدد المشرف على فريق المقاولون اتحاد الكرة سنصعد الأمر إذا واجهنا الزمالك وسنطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة بين الأندية. وبكده نكون انتهينا من أبرز الأخبار الرياضية ونروح لأخبار السوشيال ميديا. تصدر هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج جديد بعنوان إعدام راجح. تعود القضية لقتل شاب يدعى محمود البنا صاحب ال 17 عام على يد صاحبه محمد أشرف راجح، وهي جريمة بشعة شهدتها مدينة تلا محافظة المنوفية عندما تجرد طالب بالمشاعر الإنسانية وقام بقتل صديقه الطالب محمود البنا إثر قيامه بالتعدي عليه بمطواه حتى فارق الحياة. حال معاقبته على مغازلة جارتهما حيث تم تحرير محضر بالواقع. وكانت وحدة مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، وتم القبض على محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة والقبض على مساعديه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقع وجاري التحقيق وعرض المتهمين على النيابة. ولمزيد من التفاصيل معنا اتصال تليفوني من محامي الضحية محمود البنا. ألو الو الو. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا فندم. صباح النور فندم. عايزين نعرف من حضرتك ايه اخر ما توصلت ليه القضيه وايه اخر ما توصلت ليه المستجدات في القضيه. والله هي القضيه لحد الان راحت لمحكمه احداث الطفل جلسه 20/10/2019.
والحقيقة إن إحنا في فوضى اجتماعية كبيرة بسبب سن الحدث اللي كثرت فيه الجرائم، لأن المتهمين في القضية اللي أصبحت رأي عام ويهم المجتمع المصري كله إن يعرف أكيد. تطوراتها أول بأول، بتقع تحت قانون الطفل رقم 12 لسنة 96. طب هل بالفعل الجاني تحت سن ال 18 عام، ولا هل تم تزوير في أوراق رسمية وفي شهادة ميلاده زي ما سمعنا أو زي ما اتقال على السوشيال ميديا؟ بص يا فندم، بالنسبة لجزئية سن المتهم الأول بالذات اللي هو القاتل محمد راجح، النيابة العامة هي أول من بحثت في الموضوع وأرسلت للجهات المعنية خطابات لإرسال أصل شهادة ميلاد وقيد عائلي. وطبعا إحنا على ثقة تامة بنزاهة القضاء المصري، أكيد طبعا. والمشكلة إن نص المادة 111 بتنص على انه لا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على من يتجاوز سن ال 18 سنه. طيب اقصى عقوبه في ظل القانون ده 15 سنه، مع العلم ان القانون قلص سنه السجن ست لتسعة، شهور. ست شهور كمان مش ست تسعة. شهور. طيب نقدر نقول ان في عواقب كتير على المجتمع في ظل القانون ده، كتير كتير جدا. طب أكيد. القانون ده في ظل التقدم الفكري والتطور التكنولوجي للطفل بيشجع على ارتكاب الجريمة، لأن الطفل بالضبط. ممكن يستغل أسوأ استغلال في ارتكاب جرائم عديدة تخص الدم والشرف، مثلا للهروب من الإعدام وذلك مقابل مبلغ مالي. يعني احنا كده ممكن نفتح الباب للتجارة بالأطفال في هذه الجرائم. طب هل بالفعل يا فندم البنت اللي هي متسببة في الحادثة غيرت أقوالها برضو؟ يا فندم بالنسبة أبص كثرة الإشاعات على تواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة إن إحنا كلنا بنعاني، حتى أهل الشهيد بيعانوا من حاجة زي دي. مبدئيا البنت لم تستدعيها النيابة تماما ولم تدلي بأي أقوال إليها، والبنت مستعدة استعداد كامل إن هي تشهد تروح علشان خاطر دم الشهيد اللي راح بسببها، لأن هو دافع عنها وقال على انستجرام، كان منزل ستوري على انستجرام دي بداية المشكلة، ان اللي يمد ايده على حرمة يبقى حرمة زيها. يعني حضرتك بتنفي كل الشائعات اللي تمت على السوشيال ميديا او اللي تم تداولها على السوشيال ميديا؟ طبعا طبعا، احنا انا بس بنشهد المواطنين واللي بيحب محمود واللي عايز يجيب حق محمود اتفضل. ان هم يتحروا فيما يتحروا يتم الدقة في نشره، كل المعلومات طبعا كل اللي حاجة بتتنشر كل على حاجة، السوشيال ميديا. لان المقصود بكل الحاجات دي يعني تشتيت الناس وترويع الناس، لان معلش انا دلوقتي بدخل على التواصل الاجتماعي بلاقي اخبار مزيفه كتير جدا، ومش اي أكيد حد يكتب بوست يبقى عشان حقيقه. كده أكيد احنا لازم نتحري الدقه في كل معلومه احنا بنقولها. بنشكر حضرتك جدا استاذ طبعا مصطفى. انا ليا بس ليا اتفضل يا بس فندم. مناشده لرئيس الجمهوريه اتفضل. والنائب العام بالتعاون معنا للقصاص لروح الشهيد الشهامه والرجوله محمود البنا، لان السن العمر ده احنا لو قارنا بس كده مقارنه بسيطه، انا بناشد رئيس السيسي بما انه هو ممثل الدوله المصريه بتعديل او وضع استثناءات لجرائم القتل والسرقه. ليه؟ لان احنا لو قارنا سيادتك ما بين قانون الطفل وما بين الدين الاسلامي، بالضبط. بما ان الماده الثانيه في الدستور بتنص ان مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع، لو قارنا عند سن القانون البلوغ ملوش علاقة بالسن قد احنا ايه. نتمنى جميل. ان صوت حضرتك يوصل يا استاذ مصطفى، وان شاء هو الله يكون بس واصل. الجزئيه اللي انا بتكلم فيها ان الدين الاسلامي حدد سن 15 سنه اللي هو سن الحلم. قانون الاحوال الشخصيه في مادته 20 اللي هو بتاع حق الحضانه قال لك ينتهي حق الحضانه بالبلوغ الصغير او الصغير ال 15 سنه. طيب احنا نستفاد من ده ايه؟ ان الطفل بيوصل في عند سن 15 15 سنه سنه كده وصل لقمه لسن العقل، البلوغ. لقمه العقل وحسن الاختيار اللي بيخيره القاضي ما بين اخطر اتنين غاليين عنده اللي هم الاب والام. ايوه، فاحنا لازم ننظر للكلام ده بعين هي الدقه وبعين الصوره وضحت التحري. كده يا استاذ مصطفى، احنا بنشكر حضرتك استاذ ونشكر مصطفى على حضرتك اتصالك جدا وعلى على دخلتك مداخلتك معانا. شكرا جدا يا استاذ مصطفى. ونرجع تاني معاكم لمزيد من الاخبار، ونروح للاخبار العامه. حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 10 نوفمبر القادم لنظر أولى جلسات الدعوة التي تطالب بعدم دستورية القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور،
وتنص المادة الأولى للقانون على أنه لا يجوز أن يزيد على 35 مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة. بعد قرار وزارة الإسكان بقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء ووقف الإزالات بالمحافظات وتأكيدها على أنه تم الاتفاق على أن لجان تلقي الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات وبالتالي تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات، وأشارت وزارة الإسكان إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين على وقف أي إزالات للمباني المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح، موضحة كل جهة سواء في المدن الجديدة أو المحليات عليها تحديد سجل المخالفات. وقع المدير التنفيذي لشركة هواوي مصر ومحمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي المصري مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي لتطوير مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي توقيع اتفاقية التعاون في إطار إنشاء شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين هواوي ووزارة التعليم العالي في مصر ليعمل الجانبان على العمل بشكل مستمر لتطوير المواهب الشبابية رفيعة المستوى في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. أكدت مديرية الصحة بالأسكندرية في بيانها أن التقارير الطبية الصادرة عن أحد المستشفيات الخاصة أنها بعد الفحص الكلينيكي والمعملي للطفلة عدم إصابتها بالالتهاب الصحي، وأشار البيان إلى أن الطفلة تولاي مصابة بالتهاب دماغي غير معد نتيجة إصابتها بفيروس معوي وما زالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى المشار إليها، وأكدت مديرية الصحة عدم صحة ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور أي التهاب صحي. سقوط 3 قتلى لبنانيون على الأقل وخسائر مادية فادحة جراء أكثر من 100 حريق أسبابها لا تزال مجهولة في لبنان، ما أدى إلى تضامن واسع وانتقادات واسعة للحكومة اللبنانية، وتفاعل اللبنانيون على الأرض للمساعدة في إخماد الحرائق ومساندة المشردين بسببها، وتفاعل مغردون على مستوى العالم تحت هاشتاج لبنان يحترق، حيث وصل التفاعل مع أكثر من 180 ألف تغريدة خلال ساعات. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي أن الرئيس اطلع على معلومات أولية عن الأضرار التي خلفتها النيران وتفاصيل عملية مكافحة النار وتبريد الأرض في المناطق المحترقة. وبكده نكون انتهينا من الأخبار العامة ونروح للأخبار الفنية. طيب معنا لمزيد من التفاصيل أيضا اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله الحمد لله. طب يا فندم في البداية طبعا احنا بنتقدم بخالص التعازي القلبية لحضرتك ولأسرتك في الفقيد، ألهمكم يا رب الله الصبر والسلوان. لله الأمر، دوم لله دوم لله. طب يا فندم احنا عايزين نعرف من حضرتك التفاصيل الحقيقية اللي حصلت أثناء الحادثة أو أثناء وقوع الجريمة، لأن حضرتك عارف إن في إشاعات كتيرة جدا بتروج في الموضوع ده، فعايزين نعرف الحقيقة من حضرتك وإزاي حصلت الجريمة. هو رجاء يعني اتكلمنا في الموضوع ده كتير، يعني مش عايز أعيد الألم يعني. لكن هو موضوع الإشاعات ده هو تعبنا أنا شخصيا يعني ومش عارف أقاومه. خلينا في الأهم يعني التفاصيل، أكيد القضية معروفة وحاولوا تاخدوا التفاصيل دي من الجهات الأمنية أو الجهات القضائية. كان لسه معانا مداخلة دلوقتي من المحامي الموكل للقضية وعرفنا منه تفاصيل القضية أو تفاصيل قانونية للقضية. لكن تمام. احنا اتصلنا بحضرتك ردا على الشائعات اللي بتطلع، هو بس مجرد رد على الشائعات يعني. أنا برد وبحاول، حتى الشباب الله يبارك لهم هم بيحاولوا على قد ما يقدروا بيقاوموا الشائعات، لان الناس برضو من غضبها يعني، حتى انا بحس ان هم من في ناس من غضبها بيحاولوا يعملوا الاشاعات، وفي بعض المندسين يعني بقى لو هنسميهم مندسين دولت برضو بيخترعوا بحيث ان هم بيزودوا يعني الشراره شويه. ولكن انا بحاول انفي على قد ما بقدر إن بعض المنشورات اللي بتنزل على السوشيال ميديا أو أغلبها بيبقى فيها برضو لعب وباينة أو إن هي إشاعات. وبرضو قبل ما أنسى موضوع التبرعات، في ناس بتلم تبرعات باسم الشهيد محمود، وحاولنا بقدر المستطاع قلنا إحنا لا قبلنا تبرعات ولا قبلنا اي حاجه. طيب هو فندم بخصوص التبرعات، انا اسف بس معلش، في اشاعه اثيرت ان تم عرض مبلغ مالي على حضراتكم، يعني ما قولك يعني في هذه الاشاعات؟ من جهه مين؟ من الجانب الثاني او الطرف الاخر. لا ده ما حصلش ولا حصل اي اتصال خالص بالمره.
ومفيش لا 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 اذا كان ان كان المبالغ اللي اتعرضت هي اتعرضت من مؤسسات او من جهات او من افراد على اساس ان احنا نقوم محامين كبار او على اساس ان نعمل حاجه خيريه ليه، احنا طبعا رافضين الكلام ده. اتعرض عمرات، ربنا يكرم كل واحد حب يعني يحاول يساعدنا ان احنا نخرج من المحنه دي، ولكن الحمد لله احنا مش محتاجين اي حاجه خالص. وبنقول برضو بنشد الناس عن طريق حضراتكم ان اي تبرعات باسم الشهيد محمود دي احنا بنتبرأ منها تماما، وما نتمناش ان ده يحصل يعني. تمام، احنا بنشكر حضرتك جدا يا فندم. طبعا احنا اكيد متفهمين الظروف اللي حضرتك فيها وللاسره فيها، بنشكر حضرتك جدا جزيل الشكر. هو بس لو كلمه بعد اذنك. اتفضل حضرتك، احنا معاك. هو بس انا بقول بدل ما نحكي في 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 في, في امور والتفاصيل اللي هي المفروض اتعرفت، انا رساله على روح محمود ان شاء الله. لو في عمل وجهد ان شاء الله في الفتره اللي جايه، فهيبقى في ضغوط على المسؤولين بقدر ما نستطيع على اساس ان الحوادث دي ما تتكررش. في الفتره الاخيره ديت حصل حوادث كتير مؤلمه، لازم نعالج الامور دي كلها، لان البلد بتمر بحاله صعبه وما ينفعش. لازم فعلا نقف مع نفسنا، ولازم ما يبقاش في حاله العنف اللي احنا بنمر بها الفتره اللي جايه دي. فاتمنى المساعده والنظر، وما تبقاش حاله وهتعدي. ان كنا هنعدي قوانيننا، ان كنا هنغير من سلوكنا، ان كنا هنحاول نضغط بحيث ان حالات التحرش المبالغ فيها بالشكل اللي احنا شايفينه، حالات العنف، بحيث ان الحاله او اللي حصل ما يتكررش تاني. طبعا احنا متفقين. طبعا طبعا، وده الهدف، وده الهدف والله، لان كلهم ابنائنا. يعني حضرتك لما تشوف اصحاب محمود يعني هو تحس ان هو عايش، تحس ان هو عايش. فاتمنى يا رب يكون في فعلا صحوه من الدوله ان هي تساعد على كده، لانه كلهم ولادنا، كلهم ولادنا، وربنا ما يوجع قلب حد ابدا. اللهم امين، اللهم امين. انا بشكرك جدا يا فندم على دخلتك معانا، وربنا يرحمه يا رب ويتولى برحمته. شكرا جزيلا. الدوام لله ولله الامر. شكرا لحضراتكم. شكرا يا فندم. وبكده أعزائي المشاهدين تكون انتهت فقرتنا الأولى، ونطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل اعزائي مشاهدينا مع الفقرة التانية دلوقتي، وفقرتنا هتكون فقرة مختلفة وهي فقرة كتابي. في الفقرة دي هنلخص لكم فيها كتاب في وقت بسيط جدا. لو انت مش بتحب القراية او انت ما عندكش وقت ان انت تقرا، تابعنا في الوقت الصغير ده، هنقدر نلخص لك كتاب في حدود من 5 دقائق ل 10 دقائق بالتحديد. كتابنا النهارده بيتكلم، او الفكرة الأساسية فيه وهي بتتكلم عن ان انت لو قدرت تغير الطاقة السلبية اللي جواك او الأفكار السلبية اللي جواك وتستبدلها بطاقة إيجابية، تقدر تغير حياتك 180 درجة لو عرفت محتوى الكتاب ده. الكتاب ده بيعتبر هو الأب الروحي لكتب التنمية البشرية. طبعا لو انتم متخيلين ان احنا بنقول مجرد كلام او مجرد رغي في كلام مش هتستفادوا بيه في حياتكم، طيب خلونا نروح الأول نسمع القصة دي من زميلتي شروق ونرجع نتكلم في تفاصيل الكتاب. طبعا القصة دي قصة شهيرة وأكيد كتير من حضراتكم سمعتوها، ولكن هي مناسبة لموضوع فقرتنا والموضوع كتابي. القصة بتقول إن في يوم من الأيام في أب أراد إن هو يعلم ابنه درس في إزاي إنه يواجه الحياة بمشاكلها وضغوطاتها.